قناتكم موري نزيل. النهارده هكلمكم عن حاجه حصلت من فتره في محطه مصر، وهي كارثه من الكوارث، وهي موضوع الحريق اللي ولع في المحطه، وكان كارثه بكل المقاييس. وشفنا الراجل اللي كان بيجري قدامنا ومولع، ومحدش كان بيعملوا حاجه غير ان هم كانوا بيتفرجوا بس. فانا النهارده هتكلم عن طريقه اطفاء الحريق، وهتكلم ازاي نتفادى. كل شعوب العالم بيفكروا ازاي يتفادوا المشكله، واحنا بنستنى لغايه لما المشكله تحصل ونقول ازاي نحلها، وده غلط. يعني احنا عندنا منظمة اسمها التقليل من الكوارث، وانا مش شايفة انها بتعمل اي حاجة. النهاردة نتكلم. انا دلوقتي فرضا في مكان زي محطة مصر وشفت حاجة زي كده، ايه اللي انا اقدر اعمله؟ اولا بجيب رملة اصفي بيها، ارميها على المولع ده اطفي بيها، او اجيب بطانية، او لو في الانبوبة بتاعت الاطفاء بنستخدمها. في نفس الوقت بنبعت مساعدة من بره. دي حاجة. لو حصل لا قدر الله في البيت ان الزيت مثلا، ولا الزيت غير خالص اي حاجة تانية، يعني اي حاجة تانية انا ممكن اطفيها بمية عادي، لكن في الحر ده فرضا لقينا الزيت لا قدر الله ولع، نعمل ايه؟ نقعد نصرخ؟ لا طبعا، بنجيب زي غطا ونقوم حاطينه فوق الزيت. الاكسجين هيقل، لما النار بتلاقي الاكسجين قل ما بتولعش، ما بتولع عن طريق النور. اما بيكون في حريق ما بنفتحش اي ابواب، خصوصا لو اوضه تانية جنبينا مولعه، ما نفتحش لانه ممكن يهد فينا ويولع. والقرفه هيساعد على انتشار الحريق اكتر. نسيب الباب مقفول. فرضا في دخان في المكان. من اسباب الموت في الحريق مش الحريق نفسه، لا الاختناق من الحريق. وبالتالي لما يكون في حريق وفي دخان جامد بنوطي، لان الدخان بيطلع لفوق لانه اخف من الهواء، بنوطي على الارض، ننام، بننبطح على الارض. تمام. برضو ممكن نجيب زي قماشه نبلها ميه، دي هتساعدنا لمده كذا دقيقه. نبلها ميه ونحاول نستنشق، نقطع على مناخيرنا بحيث ان احنا نستنشق الهواء من خلال الميه دي عشان ما يدخلش، نقلل دخول الدخان في جسمنا. برضو يا ريت يكون عندنا في البيت دايما متاح خرطوم للميه، عشان خاطر لو في اي حاجه نستخدمه. دلوقتي شفنا حد متعور او محروق، نعمل ايه؟ وطفيناه. ما نحاولش نشيل الهدوم من عليه. لو شلنا الهدوم من عليه هيتقطع جلده بزياده، وبدل ما يبقى هو درجه اولى يبقى درجه ثانيه يبقى درجه ثالثه من الحرق، وده مشكله. ان كل ما الحرق زاد كل ما بيعمل مشكله اكبر للمريض، فيا ريت ناخد بالنا من حاجه زي كده. يبقى هنستخدم رمله لو متاح. لو انا لا قدر الله جالي دوت، الانسان نفسه جاله حرق، بينزل على الارض ويتمرمط على الارض، وبالتالي النار بتطفى. لكن اجري وانا مولعه، لا، برمي نفسي على الارض والف كذا مره. لو الجسم مولع برمي نفسي على الارض وبلف كذا مره. دلوقتي انا عايزه اتكلم عن حاجه. عايزه اتكلم الحكومه او اتكلم المسؤولين واقول لهم في اي مكان يا جماعه، في اي مكان يبقى في حاجه اسمها منظومه اطفاء الحرائق. يبقى في السقف كده حاجه بتشم الدخان على طول. الحاجه اللي بتشم الدخان دي اول ما بتشمه او بتعمله ديتكشن
بتحسي بيه بتعمل حاجتين، الارم انذار للناس، وفي نفس الوقت بتطلع من اخرام في الحيطة ومواسير في الحيطة مية بتطفي على طول. لازم الحاجات دي تتعمل في اي مكان حكومي او اي منظمة او اي منشأة، ان كانت محطة مصر او غيرها، لازم يتحط. مش هستنى انا لما مكان تاني يولع واقول اغير الوزير، ما ينفعش. احنا نعمل اهتماماتنا من دلوقتي وشغلنا من دلوقتي بحيث ان نتفادى الكوارث، يبقى قلبنا على الناس، يبقى في جهاز محطوط في السقف لحاجة زي كده. في حاجة تانية، المراقبة. يعني اللي حصل في الكارثة دي من ضمن الكوارث، ان القطر ساب وفي كاميرات مراقبة. الناس طبعا مش قاعدة ولا تاكل وتشرب سجاير وتشرب قهوة. لو كانوا شافوا كده وبلغوا عن طريق انذار، الناس تخلي المكان فورا. شافوا الراجل السائق نزل، السواق نزل بيكلم واحد تاني وقام سايب، طبعا ده كارثة لوحدها، وبيكلم صاحبه وساب المكنة، ساب القطر جري بالكولار فرقع موت ناس. انا دلوقتي كمفتش قاعد قدام كاميرا، لو انا قاعد قدام كاميرا شفت حاجة زي كده في الفترة اللي بيجري فيها القطر دي، على الاقل كنت مسكت المايك اخلوا المكان فورا. ده مش ارواح شوية نمل ولا صراصير، دي ارواح بني ادمين. فيا ريت يا جماعة نهتم بحاجة زي كده، يا ريت يكون في كل قطر كل مقصورة طفاية حريق، ويا ريت يكون في نظام في القطر برضو عن الانذار وفي نفس الوقت الماي. انا اوصل ازاي للسواق اقول له القطر بيتحرق؟ يعني كذا مرة حصلت القطر كان مولع والسواق ماشي ولا في تليفون حتى اوصل للسواق يكون في الكبائن. فين التليفون؟ فين الجهاز او المواسير الموصلة بمية بحيث ترش المكان عشان تلحم ما ينتشر؟ فين ان انا اكلم سواق اقف عشان الاكسجين والهواء اللي داخل للمكان ده بيولع اكتر؟ البني ادمين بيولع في القطر. سيبكم من القطر وسيبكم من المنشآت، كل دي طز فيها. المهم البني ادم، المهم البني ادم. فين البني ادم من كل ده؟ فين؟ احنا لازم ناخد بالنا على بعض، نخاف على بعض. ويا ريت اي حد يشوف اي مشكلة او اي حاجة مش طبيعية او اي حاجة المفروض تبقى موجودة في منشأة ومش موجودة زي منظمة الفرحة، يبلغ يتكلم. الكلام كتر الكلام وكتر الدق على الدماغ وعلى الودان بيفوق الناس، بيفوق الحكومة. ومش عيب ان احنا نساعد الحكومة ونقول لها اعملي كذا او سوي كذا او المكان ده ما فيهوش كذا. يا ريت الحكومة تطلع النظام تقول ان المنشأة اللي ما فيهاش النظام ده يتعمل لها اي عقاب، خصم، تتلغي، تتقفل، براحتكم بقى حسب القانون. يعني شكرا ليكم واتمنى الخير لمصر وان مصر تبقى احسن وفي الزهار. وقلبنا، ما احنا لو قلبنا هيبقى على بعض صدقوني زي بقيه البلاد الكويسه هنتحسن كتير. واحنا عندنا عقول، لكن احنا للاسف ما بنشجعش بعض. انت لما ما تشجعش غيرك مش هتستفيد من غيرك، ما عمرك ما تستفيد بحاجه، تبقى عارف يعني. ميرسي للمشاهده، ويا ريت تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، يا ريت تشتركوا في قناتي. انا عايزه اوصل ل1000 مشترك عشان اطلع لايف، عايزه اطلع لايف من اماكن انا بخرجها او بروحها، فيا ريت عايزه 1000 مشترك بعد اذنك يا جماعه. ميرسي لكم كتير، والى مزيد من الفيديوهات انتظروني. فيديوهات جديده، ما فيديوهات انا اللي بختارها، مش بدور على حاجه معينه حد عملها واقلده. ميرسي ولايك.
وتشير.